طيب يا عطوف، طيب يا شباب، انتوا حمستوني اوريكم الطريقه اللي يعني بحاول فيها اعمل قهوه كويسه. اول شيء لازم نبدا بمويه كويسه. انا عندي الموضوع ده هنا، وعندي فلاتر معينه بستخدمها عشان بتحسن الكواليتي حقت المويه، بتشيل منها بعض المعادن وبتخلي طعم المويه الى حد كبير فيري ناتشرال عشان تاخذ القهوه اللي تبغاها. فاول خطوه بجيب مويه عاديه من المويه اللي احنا بنشتريها بيور لايف او دلتا او شيء، وبحطها هنا. هذا هنا بيخش في مجموعه من الفلاتر، بعد كده بتلاحظوا المويه بتبدا تنزل من هنا وتتعبى. هذه الماكينه اللي قلت لكم عليها الاوريكل تاتش، باجي ابدا احط المويه بالشكل ده. طبعا انا جبت العيد، المويه طايحه في كل مكان. لا أحد يعلم يا شباب. تشيل آثار الجريمة. فأول حاجة نوع موية يكون طيب. ثاني حاجة مهتم فيها نوع القهوة. طبعا هذه القهوة موجودة لوكالي، جربت أنواع كثيرة منها، السوبر كريمة وان اوف ذا بيست. ثاني قهوة أنا بموت فيها طبعا وبجيبها من إيطاليا اسمها فلورينا كافي من فينيسيا، هذا one of the best coffees تقدر تستخدمها. يعني انا بالنسبه لي هذه this like heaven. طيب بعد كده هذا الاوراكل تاتش، هي بري بروجرامد لانواع كثيره من المشروبات، اكسبريسو، امريكانا، لاتيه، فلات وايت، كابتشينو، وممكن انت تبدا تقدر تحط الخلطات اللي انت تبغاها، الوزنات اللي انت تبغاها. هنا مرتي، اولادي، كلهم عاملين. فأنا راح آخذ شيء العادي جدا اللي هو الكابتشينو اللي هو شرابي أنا المفضل. طبعا كل نوع قهوة أو كل بينز من هدول لها وزنية معينة في الطحن. أنا عادة أوزنها بكاسة زي كده حقت إكسبريسو وريزيتوس، بتوري لك بالضبط المقاس حق ال 1 شوت 2 شوتس هاف شوتس والكلام ده كله موجودة هنا. فعادة أول ما بكون بستخدم نوع قهوة جديد بأوزنها الأول بهذه عشان أطمن إنه درجة الطحن تكون مظبوطة. فبدأنا نطحن. تشيلها طبعا زي ما انت شايف مضغوطة ومظبوطة تماما. نحطها هنا، نحط الكاسة حقتنا وناخذ لنا سنجل شوت. ميزة الماكينة هذه انه فيها تو بويلرز، ففي نفس الوقت وهي شغالة على ال اكستراكتنج القهوة، انا ممكن احضر الحليب حقي. انا بفضل الحليب هذا، رائع جدا طبعا، It's fully organic, full fat. اتوقع صار موجود دحين في السوق، بيجي من المانيا. هنا ميزه الماكينه هذه انه انت بالنسبه للفوم وبالنسبه لدرجه الحراره تقدر انك انت تتحكم فيها زي ما تبغى. تبغاها مره حاره 170 فهرنهايت، تبغاها اقل اوطى، تبغى الفوم اكثر، الفورث اكثر اقل، زي ما تحب. اوكي، فيعني انا ده من احلى المناظر اللي انا بحبها في عمل القهوه، منظر القهوه وهي نازله من تحت جبار. بتوري لك درجة حرارة الحليب. زي ما قلنا لما بغير نوعية القهوة أو البيز حقت القهوة بستخدم
هذه مرة أو مرتين عشان أضبط الشوت بالضبط يكون قد إيه، الدبل شوت أو سنجل شوت. طبعاً هي بتيجي بهذه، بس طبعاً الثانية شكلها سكسي أكثر. طبعاً أحد الميزات في الماكينة هذه إنه على طول بمجرد ما بنرجعها كده هي بتضبط نفسها بنفسها. طبعا كل الناس اللي بيعملوا صور وحاجات زي كده انا ابدا يعني لسه ما وصلت المرحله دي ولا حولها حتى، يعني في ناس يجلسوا يرسموا وما يرسموا، انا ما يعني زي ما انتم شايفين الرسمه ما بقت كده، بس يعني الطعم قهوه.